الاجتماع بتاع النهاردة كان على ايه؟ انه فخامة الرئيس كان بيوجه بمواصلة العمل لحوكمة، خد بالك بقى من الايه التعبير، حوكمة الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديث. خليني هنا اخد معانا على التليفون دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ربنا يخليك. ازاي الصحة يا فندم، كله كويس؟ الحمد لله. طيب دكتور محمد، احنا النهارده كنا بنتكلم على اجتماع الرئيس مع دولة رئيس الوزراء، وكنا الرئيس بيوجه على حوكمة المنظومة بتاعة التقاوي والأسمدة واستخدام أساليب الري الحديث. أول سؤال هيجي على ذهن المشاهد، حوكمة هنا تعني إيه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنا بشكر حضرتك أستاذ يوسف، بشكر التلفزيون المصري على دور الوطني المحترم وفي دوره في المسؤولية المجتمعية في حتة مهمة جدا، وهي توطين ثقافة المعرفة لدى قطاعات هذا الشعب المحترم. كتير من المصطلحات اللي حضرتك قلتها عاوزين نبسطها للناس. ياريت. طبعا حوكمة يعني أن يكون هناك نظام محكم. كل الناس كانوا زمان دي من سنوات كانوا بيشتكوا دايما من موضوع الأسمدة، ويقولوا أن الأسمدة لا تصل إلى مستحقيها من صغار المزارعين وهم الأولى بالدعم، وأن هناك في تسريب للأسمدة وأن وأن وأن. فطبعا يعني في توجيهات، بناء على توجيهات السيد الرئيس وتكليفات السيد وزير الزراعة، تم تدشين منظومة رقمية محكمة جدا لمتابعة من بداية خروج شكارة السماد من المصنع حتى ضمان وصولها للجمعية ومن ثم إلى المزارع وهو المستحق النهائي لهذا الدعم. طبعا أنت عارف أن الدولة بتقدم دعم كبير على الأسمدة، تقريبا يعني بتقدم أكثر من 60-70% من ثمنها في السوق الحر. طبعا ولضمان وصول هذا الدعم لصغار المزارعين، هي الفئات الأولى طبعا بكل دعم، تم إطلاق وتدشين هذه المنظومة وتم تفعيلها وتشغيلها تجريبيا، والحمد لله ماشية في مسارها الصحيح. طبعا ده لا يتجزأ تماما من كل ما ذكرته حضرتك في منظومة العمل على حماية ملف الأمن الغذائي. حضرتك عارف أن السيد الرئيس مهتم جدا بهذا الملف، ملف الأمن الغذائي، وطبعا في القلب منه تنمية قطاع الزراعة كأحد القطاعات ذات الأولوية خلال هذه المرحلة. حضرتك عارف أن الدول كلها مش مصر بس بتعتبر ملف الأمن الغذائي هو جزء لا يتجزأ من ملف الأمن القومي لها، وبالتالي يعني بتدي لهذا الملف أولوية كبيرة جدا. فجاء اللقاء بتاع اليوم ليس فقط لموضوع منظومة الأسمدة وحوكمة هذه المنظومة، ولكن لأمور كتيرة متعلقة بالزراعة. فسمعنا شوية أرقام يعني يمكن لازم نحط جنبها ولأول مرة في تاريخ الزراعة في مصر. زي إيه؟ أن يكون هناك منظومة للتقاوي المعتمدة، أن تكون كل المحاصيل الاستراتيجية، قمح، ذرة، أرز، محاصيل سكرية، محاصيل زيتية، تزرع بتقاوي معتمدة محسنة، كأنك بتزود إنتاجية الفدان بدون تكلفة إضافية على المزارع، ودي نقطة مهمة جدا. وفي النهاية مجمل إنتاج الفدادين هيدينا مجمل إنتاج مصر من القمح اللي احنا بننتج الحمد لله رقم مش صغير، بننتج رقم يعني تقريبا بيوصل ل 10 مليون طن، وده رقم كبير جدا، ولكن للأسف احنا استهلاكنا برضو أكبر من كده، وبالتالي في إجراءات أخرى الدولة بتعملها لضمان حاجة مهمة بس عشان برضو الناس تكون فاهمة معانا. في حاجة اسمها اكتفاء نسبي مريح، اكتفاء من القمح مريح للدولة، مش اكتفاء مطلق. أنا عمري ما هقدر تحت ظل محدودية كبيرة في الأراضي والمياه وفي ظل هذه الرقعة الزراعية الصغيرة اللي هي يعني لا علاقة بموقع مصر الجغرافي، مالهاش علاقة بحاجة تانية غير كده خالص. بالتالي هناك إجراءات مهمة للدولة قدرت تعملها وبسرعة، نقدر نجري عليها نقول أن التوسع في المساحات الأفقية. لأول مرة في تاريخ مصر يتم زراعة القمح بهذه المساحات في الصحراء، كان صعب جدا بسبب تكلفته الكبيرة وبسبب أن تكلفة الاستصلاح أكبر، فبيختاروا محاصيل كاش كروب نقدية، خضر وفاكهة. لأول مرة الدولة تتوسع في مساحات كبيرة من القمح في أراضي لم تطأها قدم من قبل. كل الصحراء الموجودة، كل شعب مصر كان متابع سيد رئيس الجمهورية على حدود مصر،
الجنوبيه مع السودان وتشاد بيفتتح موسم حصاد القمح صح. في شرق العوينات، وبعد ايام في توشكا، وكان قبلها في مستقبل، وفي كل مكان تستطيع الدوله توصل وتزرع فيه بتزرع قمح. تزرع قمح يعني بتدفع من ميزانيتها لانتاج هذا المحصول للتوسع في انتاجه. وكذلك طبعا كل الاصناف المستنبطه اللي الدوله بتراعيها، وزاره الزراعه والسيد وزير الزراعه بيراعي استنباط اصناف قصيره العمر، لدرجه ان خلت محاصيلنا الاستراتيجيه اصبحت في المراتب الاولى على مستوى العالم. حتى الناس تستغرب هل مصر عندها تكنولوجيا زراعيه كبيره قوي كده ان القمح يكون رقم واحد على مستوى العالم في انتاجيه وحده المساحه الفدان. ايوه رقم واحد في القمح الربيعي، وفي الاول في ثلاث اربع مراتب الاولى في القمح الشتوي اللي بيقعد عندهم 10 شهور، عندنا بيقعد 150 يوم بالكثير. نفس الموضوع في الذره، نفس الموضوع في الارز، نفس الموضوع في محاصيل كتيره جدا. ده دليل على ايه؟ دليل على ان هذه الدوله بتبذل جهد كبير جدا، بس الناس لازم يعرفوا. المزارع بياخد الصنف وبيزرعه وبيجيب 20 ارداب وما يعرفش الصنف ده تم استنباطه ازاي، ما يعرفش المجهود الكبير اللي الدوله باجهزتها ومؤسساتها بذلته عشان توصل لهذه الانتاجيه الكبيره. هذه الانتاجيه اللي بالاخر بنقول ان انتاجيه في المراتب الاولى على مستوى 160 دوله بيزرعوا قمح، وفي الرز نفس الموضوع 80 دوله، وفي الذره اكتر من 120 دوله. بنلاقي نفسنا في المراتب الاولى، ما بتجيش من الفراغ يا استاذ يوسف، بيجي من جهد كبير. نفس اللي بيحصل في الانتاجيه بيحصل في الصادرات. مصر قطعت بكل هذه المحدوديه في الموارد انها تصدر قام ضخمة زي حضرتك ما شفت النهارده في التقرير الناتج عن اجتماع السيد الرئيس مع السيد مع دولة رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة، ان انا قربت اخش على 7 مليون طن منتجات بيتم تصديرها بالعملة الصعبة، واصبحت احد موارد العملة الصعبة في مصر هي الصادرات الزراعية برقم يعني يصل ل 7 مليار دولار صادرات زراعية طازجة ومصنعة. هل الموضوع ده جه من فراغ ولا كان في اجراءات قويه الدوله عملتها على مستوى التكويد، على مستوى هنا بقى الحوكمه اللي عملتها لمنظومه التصدير، واصبحت سمعه المنتجات الزراعيه الموجوده من 7 مليون طن دولت بيتصدروا لدول اوروبيه وامريكا واليابان والصين، ودول عندها من الامكانيات الكبيره انها تزرع الهواء، ورغم ذلك بتستورد من مصر. تستورد من مصر، يعني واضح ان جوده هذه المنتجات تليق باسم مصر الجديده في ظل حكم السيد رئيس الجمهوريه وفي ظل كل هذه المجهودات الكبيره. انا ما اعرفش الوقت المتاح لحضرتك قد ايه، بس صدقني كل الجهود اللي الدوله المصريه بتعملها يجب ان تكتب في سجل من ذهب. هذه مئات الالاف من الافدنه اللي بيتم اضافتها للرقعه الزراعيه سنويا. طب دكتور فهيم، امام اعين الجميع على مدار عشرات السنين ولم يجرؤ احد على الاقتراب منها، اقتربت منها الدوله ودفعت فيها مليارات المليارات عشان تقدر تحافظ على ملف اسمه ملف الامن الغذائي. طيب ده واقع دكتور فهيم لا يقبل الشك او التاويل. ما فعلا انا معاك 100%، لكن بالتاكيد هيبقى في عندي وعند اي مشاهد اكتر من سؤال، يعني هيبقى دايما في سؤال متعلق بحجم زراعه الذره الصفراء علشان اقدر ان انا اساعد في منظومه الاعلاف وفي منظومه الزيوت النباتيه اللي احنا بنستخدمها، وبرده وعندنا كان بسبب الحرب بتحصل فيها أزمات وبالتالي الأسعار بتاعتها بتزيد، فيا ترى احنا رايحين فين؟ دي حاجة. الحاجة التانية، وحضرتك ذكرت حجم الصادرات السلعية بتاعتنا سواء إذا كانت يعني منتجات زراعية أو إذا كانت بعض المصنعات، وصلت إلى حوالي 7 مليار. أنا طبعا الحقيقة من أنصار أنه طيب اللي احنا وصلنا لسبعة، أنا المستهدف بتاعي السنة الجاية بإذن الله هيبقى قد إيه؟ يا سلام سلم لو بقينا 10، يعني أنا محتاج أفهم ده. هبدأ بالذرة. لو حضرتك بتتكلم على محصول الذرة، كان كمحصول علفي مهم جدا في ظل إن احتياجاتي من محصول الذرة للإنتاج الداجني وللإنتاج الحيواني في مصر كبير جدا. أنا بصل تقريبا لتسعة، ما بين 8 ل 9 مليون طن احتياجات بستوردهم، طبعا بسبب ان هناك نقص كبير في الموارد الارضيه والمائيه. بس في النهايه الدوله حتى لهذا الامر بدات تتوسع فيما يسمى بالزراعه التعاقديه. حضرتك أيوة. سمعتها في لقاء اليوم. الزراعه التعاقديه ده اللي كان اللي ليه علاقه واللي ملوش علاقه بالزراعه كان بينادي بالزراعه التعاقديه. هو ليه الدوله ما بتشتريش المحصول صحيح. من المزارعين؟ مش ده موجود في الدستور المصري؟ موجود ماده كامله في الدستور المصري بتنص على ذلك. جات الدوله في هذه الفترات وبلا تكلفات واضحه
من السيد رئيس الجمهورية للحكومة وللسيد وزير الزراعة بتدشين ما يسمى بالزراعات التعاقدية. وبالفعل ولأول مرة في تاريخ مصر، في تاريخ مصر كان بيحصل على القطن زمان، بس أن يتم تنفيذ الزراعة التعاقدية على 9 محاصيل استراتيجية، من ضمنهم الذرة البيضاء والذرة الصفراء وفول الصويا، وطبعا باقي المحاصيل الأخرى، محاصيل عباد الشمس ومحاصيل القطن والقمح والمحاصيل السكرية وغيره. بس الآخر الدولة التزمت بإنفاذ الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية مش بس إن الدولة تشتري المحصول من المزارعين، لا، ده بتحدد سعر قبل بداية الموسم. صح. يعني سعر القمح هيتحدد إن شاء الله في نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر 9، هيبتدي تحديد سعر استرشادي. زي السنة اللي فاتت ما الدولة قالت إن هاخد الأرداب ب 1000 جنيه ووصلته ل 1500. صحيح. في وقت الحصاد، لأن ساعتها السعر اتحرك. أنا قصدي إيه من الموضوع؟ إن حتى على مستوى الزراعة التعاقدية اللي كان كله بينادي بيها لفترات طويلة مضت، بدأت الدولة تنفذها وتنفذها لصالح المزارع الصغير، ولصالح أن يكون هناك يعني زيادة في الإنتاج المحلي من المحاصيل الفجوة. محاصيل الفجوة دي هي للأسف مرتبطة بالإمكانيات الزراعية الموجودة، رغم الجهود الكبيرة اللي الدولة بتعملها، لأن أنت حضرتك عارف سوق الاستهلاك في مصر سوق كبير جدا مرتبط بالزيادة السكانية اللي بتزيد كل سنة. بس في الآخر أهي البلد نفذت ما يسمى بالزراعة التعاقدية، اللي بصراحة هو مجهود يشكر جدا للسيد وزير الزراعة، لأن كان كل اللي بيتكلم عن الزراعة التعاقدية في السنوات اللي فاتوا كان مجرد نظريات. صحيح صحيح. يعني فعلا هو جهد يشكر. يعني أنا عارف كويس جدا أن معالي وزير الزراعة الحقيقة بيبذل مجهود شديد جدا 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 دون نوم تقريبا علشان نقدر نوصل لهذه المستهدفات. أولا خليني أشكرك دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة.